محافظة تعز تتزين اليوم بمسيرة حاشدة دعا لها المؤتمر الشعبي العام، فتوافد أنصاره من كل المديريات دعماً وانتصاراً لمشروع هذه المحافظة الذي وصفوه بالكبير ككبرى اليمن الاتحادي. وانطلقت المسيرة وسط فرحة وهتاف الرفع، حباً في اليمن والشرعية والدولة والحرية التي افتقدها اليمنيون بعد انقلاب الميليشيات الحوثية. ونقول لليمن لا لكثرة التمزق، نعم للشرعية، يجب أن نقف جميعاً مع الشرعية. تعلموا من تعز شيئاً، اليوم تعز تعيش على عمودين، عمود اسمه المقاومة وعمود الديمقراطية. ها هو المؤتمر الشعبي العام يمارس كل طقوسه السياسية رغم المؤاخذات، لكن تعز كبيرة كبيرة جداً وأبنائها كبار. أينما حضرت الدولة وجدت الحرية والتنوع السياسي والحزبي، وبدأت مداميك العمل السياسي بالازدهار. فمسيرات تعز بمختلف توجهاتها حماها الأمن والشرطة كممثلين للدولة التي نادت بدعمها مسيرة اليوم، ممثلة بكل مؤسساتها الشرعية التي اكتملت اليوم بعقد جلسة مجلس النواب وانتخاب رئاسته بمحافظة حضرموت. تجديد الولاء والعهد لفخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام المشير عبد الرب منصور هادي لاستمرار النضال حتى يتم تحرير ما تبقى من محافظة تعز بصفة خاصة، وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الظلامية بصفة عامة. نبارك انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون برئاسة فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، وانتخاب هيئة رئاسية لمجلس برئاسة الشيخ سلطان سعيد البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام. يؤكد المؤتمر الشعبي العام على دعم الجيش الوطني لاستكمال التحرير. يؤكد المؤتمر الشعبي العام على دعم السلطة المحلية وقراراتها ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان. يؤكد المؤتمر الشعبي العام على دعم المؤسسة الأمنية وعلى فرض الأمن في كل نطاق مدينة تعز وضبط جميع المخلين بالأمن والمطلوبين أمنيا عبر الإجراءات القانونية. هكذا هي تعز كبيرة بكل أبنائها، وهم يرسمون ألوان مستقبل محافظتهم التي قبلت التنوع والرأي الآخر كأساس لبناء دولة التعددية السياسية. وإن كانت المحافظة لا زالت تخوض حرب التحرير وتعاني الحصار. محمد يوسف لقناة سهيل، تعز.